اشتقنا لكم يا احلى متابعين في العالم. وينك يا منى؟ وين قاعده؟ شو بتعملي فوق الكنب؟ اليوم رح نغير ديكوريشن البيت، فشوفوا كيف قبل ورح نوريكم كيف رح نغير البيت من شيئاً. طبعا شوفوا كراسي الطاوله، طبعا هم متوسخوا مثل ما انتم شايفين، طبعا دائما بغسلهم هدول، بس هلا لانه هنغيرهم فما غسلتهم. ورح نغير كتير اشياء كيف مثل ما انتم شايفين، حتى هدول المخدات رح نغيرهم انا ومنى. لا انت ما رح اغيرك ماي برنسس. فقبل ما تشوفوا الفيديو شو يا منى؟ ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب وعلامه الجرس. شو هلأ يا منى رح نفتح؟ شيئين. ورح نوريكم كيف رح نحول، رح نغير ديكوريشن شوي من البيت ونحوله بطريقة يعني نغير فيه ونحليه. فهي قبل مثل ما انتم شايفين كيف الكراسي الطاولة، كيف شو كيف المخدات. شو هذا يا منى؟ منى هلأ افرضي في اشي بنكسر هلأ بيخرب. يلا فهلا منى رح تفتح الكرتونه ورح نشوف شو في جوا. هلا منى وعلي قاعدين بيفتحوا لنا الكرتونه. طبعا لسه في اوردر ثاني يا علي، الاوردر الثاني هيكون لعلي. هذا الاوردر للبيت وشوي لمنى وشوي لإلي. فرح خليكم معنا ورح نوريكم كل شيء طلبناه. شوفوا هدول المخدات. شو شو؟ يلا لحظه. منى شو رايك يا منى نبدا بالبيت؟ بعدين بنوريكم شو اشترينا لمنى اواعي، شو رايكم؟ يلا فهلا منى رح تفتح. هلا رح نوريكم اشوف ايش هاي. هاي للكرسي، تعال نركبها على الكرسي. هلا احنا لا يا منى هاي مش لللبس. شوفوا ما احلاها. هلا بدي اوريكم هاي القطعه للكرسي. فاول شيء رح نرفع الاب البينك. مين بده يساعدني يرفعها يا منى؟ منى انت مش كرسي. تعالي يا منى يلا. فهلا رح نرفع هدول. ماما منى يو ار ويستينج تايم. ماما يلا يلا منى ارفعيها ارفعيها يلا. فهلا بدنا نرفع هدول. ومنى لا مش هيك مش هيك، ساعديني يا منى ان نرفعهم. لا لا تعالي اول ساعدينا نرفع الكفر القديم عشان رح نحط الكفر الجديد. فمثل ما انتم شايفين رح نرفع الكفرات. هاي هذا الكفر رح نغسله ورح نحط الكفر الجديد من شيئين. اوكي فهاي هي الكرسي. هلا منى رح تساعدني ورح ترفع الكفر تبع الكراسي. منى من الجهه الثانيه. فطبعا هدول حلوين الكفرات، كمان جبتهم من شيئين. الحلو انه بتغسلوهم، يعني لما احنا لانه عندي دائما بناكل والولاد بيوسخوا، فالحلو انه على السريع هاي بضلهم نظيف وما بصير له شيء. بيكونوا نزلوا طبعوا من تحت. فهي اول شيء عم نعمله قاعدين بنشيل كفرات الكراسي. طبعا بدي اذكركم بكود خصم من شيئين اثنان، راح احط لكم اياه بالديسكربشن، بيخصم 20% مش 15 20 100% ديسكاونت. وطبعا بتعرفوا كود خصم شيئين شغال في كل الدول. ف هي قاعدين بنجهز. اذا حبيتوا هاي النوعيه من الفيديوهات كمان خبرونا. طبعا منى ساعدتني، ثانك يو منى. اخر كرسي. وهلا انا رح اخذ هدول وشو نعمل؟ نغسلهم. ورح نبدا شو نعمل؟ نحط الكفر الجديد. ثانك يو. هيهم. منى انزلي من الطاوله. شو هذا؟ او ماي جاد منى. وهلا منى رح تساعدنا وشو نعمل يا منى؟ نحط الكفر الكرسي الجديد. يلا. هاي كتير حلوة، هاي كمان مخدة. هلأ منوريك وين بدنا نحطها. بي كيرفول منى. فهلأ رح نعمل الكراسي اللي من شيئين. هلأ أنا بقول لك كيف رح نركبها، بتعرفي؟ شوفوا منى لحالها، أنا ما قلت لها كيف. أيوة بس شكلهم حلو عادي بنغسلوا.
ما الحلو فيهم انه هم بنقدر نشيلهم باي وقت. طبعا انا تقريبا كل شيء قاعدين نشتريه من شيئا، احلى شيء بشيئا انه رخيص واسعاره يعني ارخص من من اي مكان. لا يا منى مو عارفه تعمليه، شوفوا منى كيف هتركب الكرسي. طبعا احنا كل شيء صرنا نجيبه من شيء، حتى ادوات المطبخ، اغراض البيت، الاواعي، الملابس، فيك تجهزوا للشتاء. منى بكيف البلاش يخرب. اوكي اعدليها من هاي الجهه. اوكي فهذا الحلو بشيئين. منى كانك عملتيه بالعكس، شوفوا منى عملته بالعكس. خلوني اوقف تصويره واعمله انا ولا رح تجربي؟ اوكي يلا. فهذا الحلو بشيئين انه كثير رخيص. هو عنده مشكله واحده انه بتاخر ليوصل، يعني بيوصل بعد اسبوعين، بس عادي يعني فينا نستنى. صراحه بيستاهل الانتظار. واو شوفوا ما احلى الكرسي، الكرسي كتير احلى من قبل. هلا بنفرجيكم كلهم لما نعملهم كيف هيصيروا. او ماي جاد بجننوا، كتير حلو الكرسي. حطيه يا منى كيف حطيه على خليني انا بس اوقف. واو عن جد حسيت الصالون هيكون احلى هلا مع البياض مع الابيض. استنى خليني احط واحد لإلي الاوردر الجاي. ماما احط واحد رح نطلب لون ثاني عشان عندي كرسي. اكيد. فهلا اتاكد انه كل شيء صح. شوفوا ما احلى الماتيريال، عن جد الماتيريال كتير فخم. واحلى شيء انه على السريع بتغسله. هذا الحلو في شيء في الكفر تبع الكراسي. يلا احنا نوريهم يا منى. فخليني اوقف هلا تصوير. طبعا منى كتير بتحب تساعدني في البيت. مين بيساعد امه هيك مثل منى؟ هلا انا بظبطهم بجننوا. اوكي فهلا انا رح اكمل الباقيين وارجع لكم. فضايل اخر اثنين، وهي منى لسه بتساعدني. شوفوا ما احلى حلا الصالون، والاحلى فيه احلى شيء انهم بتنظفوا على السريع بتغسلوهم. خليني احط هاي وارجع لكم. يا منى عم بذكرهم فيه. فمثل ما انتم شايفين يلا ضايل نعمل اباقي الصالون. هيك عملنا، شوفوا ما احلى الطاوله صارت. يا منى ما بيصير هيك تطلعي على الكرسي. شوفوا منى شو بتعمل، مين بيعمل هيك مع امه بغلبها؟ لحظة بس نخلص الديكوريشن البيت. لا يا منى. فهلا مثل ما انتم شايفين ما احلاها كيف صارت. كمان هاي الصورة رح احط لكم اياها كيف بشيئاً مثل الصورة بالضبط، ونفس الكواليتي كل شيء مرتب. رح احط لكم الرقم الاي دي تبعها واللينك اذا حابين تطلبوا نفس الكفر تبع الكنا. هيك مثل ما انتم شايفين الكرسي، بدي اوريكم اياه كثير منيح. يلا هلا رح نبلش نحط باقي الاشياء عشان تشوفوها. انا هيك ضويت الضوء احلى ما كنت ضوياه. رح اوريكم غطاء الكنباية اللي اشتريته علشان احطه مكان هاي. طبعا اشتريت منها اربعة، فشوفوا ما احلى الكواليتي. يلا منى وينك؟ هلا منى رح تساعدني ونلبسه في هاي. ما بدك تساعديني احطه انا ولا انتي؟ هلا منى رح تشيل الكفر الاول، وعلى فكره الكفر الاول كمان اشتريته من شيئين. كل شيء من شيئين، كثير حلو شيئين لانه رخيص، فالواحد بحب التغيير فبصير يغير. ما بعرف كيف احط. اوكي خلينا هلا نوقف التصوير، انت شيلي لي اياهم كلهم وانا رح احط الكفر عليهم، اوكي؟ وما احلى الكنبايه. هلا رح نفتح هاي عشان نحطها بالصغيره. شوفوا ما احلاها طلعت، كتير حلو. طبعا مثل ما انتم شايفين الريش في كل مكان عشان هذه المخدات ريش. هلا بنرفعهم. شوفوا ما احلاها هاي لهاي. منى يلا ساعديني. ما بعرف. طب اوكي خليني انا اعملهم. هيك عملنا هون، ضايل بس نكمل الباقي ونفرجيكم الاخر شيء. مثل ما انتم شايفين هلا عملنا المخدات، شوفوا ما احلاها. واو. هلا رح نغير المخدات، وهي ما احلاها. رح نحط الحرام، الحرامات والاشياء اللي احنا ما بنستعملها. حطيها يمنى، وين رح نحطها؟ هون. اوه بتجنن.
هاي جبتها للأشياء اللي بنحطها، ويلا هلأ نغير المخدات اللي باقية. فهلأ حطينا عليها حرام، شوفوا ما أحلى كراسي الطاولة. هو الشرشف شوي مش لابق، ممكن نغيره بعدين. وهاي المخدات اللي غيرناها مثل ما أنتوا شايفين، غير هاي المخدات رح تساعدني ورح تغير، رح نشلح هاي ونحط مكانها المخدات الجديدة. بتساعدني أشوف يا منى الملابس تبعتك. واو شوفوا ما أحلى، وما دول كمان من شيئين، شوفوا ما أحلى البنطلون بجنن، والجاكيت كمان من شيئين، كتير حلوين يا منى بجنن. حطينا المخدات التانيين، شوفوا كيف تغيروا وصاروا أحلى، شو رأيكم؟ بجننوا، كتير حبيتها هاي المخدة، هاي كتير لذيذة. هيك عملنا المخدات، شوفوا ما أحلاهم، كتير حلوين. هلأ منى رح تعمل لكم فاشن شو، يلا يا منى ورينا. ليش ما غيرتي البلوزة يا منى؟ عشان ما عندي بلوزة تانية. شوفوا ما أحلى البنطلون، كتير بجنن، موضة هلأ لما تلبسوا هيك واسع من الجوانب بجنن، كتير حلو بجنن، كتير كتير حلو البنطلون. هلا شو يا منى ضايل؟ فمثل ما انتم شايفين حطينا هون كراسي الطاوله، ونوريكم البلوزه ما احلاها اللي طلبتها، وهلا بفرجيكم اياها على الميرور. بما انه هلا الوينتر جاي كتير حبيتها، كتير كتير حلوه. واو شوفوا ما احلى اواعي منى، منى لفي يا هاتي لازم بيت، كتير حلوين. هذه لازم بلت، بس انا عملته هيك بتجنن، كتير حلوه يا منى. التنوره كمان صراحه كتير بحب انا هاي نوعيه التنانير، كمان رح اوريكم اياها على الموديل، كتير 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 حلوه. رح احط لكم اياها اذا حابين تشتروها، حلوه ممكن تلبقوها مع هاي، ما بعرف اذا بيلبقوا، رح اشوف انا على اللبس اذا بيلبقوا او لا، او مع اي شيء وينتر بيطلعوا كتير حلوين. هاي مثل ما انتم شايفين كتير حلوة هلأ للوينتر، لذيذة هيك مع بلوزة بيضة بالنص بتدفي، كمان حبيتها. راح أوريكم إياها على الموديل إذا بتحبوا تطلبوها. هذا شوية مجعلك، بس إنه لونه كتير خريفي وحلو هلأ، مناسب لأجواء الشتاء. من تحت كتير حلو مثل هيك كشكش، صراحة عجبني، بس هلأ طبعا أحلى نكوي وبتشوفوه كيف على اللبس. هيك كان فيديو اليوم، مثل ما انتو شفتوا غيرنا شوية بالبيت، ومنى لبست اواعي حلوة كتير، غيرنا هون شوي بالكنب، طبعا الدنيا شوي صارت عتمة عنا، وجبنا اشياء كتير حلوة. فاذا حبيتوا الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب، وتستعملوا كود الخصم تبعنا افنان لتاخذوا خصم 20%. بالضبط، انا هكتب لهم اياه كمان على الوصف، وهحط لهم اللينكات كلها اذا حبوها يطلبوها كمان هم. اوكي باي باي.